بس في نفس الوقت كان انا عندي اصرار. يعني انا من انا يعني اللي بيقولوا علي ما بعرف انا بيقولوا علي انا اشد نفسي من شهاده الجامح يعني اكله ثم اقف قصه يعني ورقه قصه على يعني حاولت اني اقف نفسي حاولت اني اتعلم يعني انا ماني خريجه معهد يعني ما بس قدرت يعني في شكل من الاشكال يعني رمم هي الصفه اللي ما كانت موجوده عندي في الدراسه يعني تعلمت تجويد وتفسير القران الكريم القاء الشعر تمثيل من اللغه العربيه الفصحى بعدين انا عملت في المسرح القومي مسرحيات عالميه مترجمه الى اللغه العربيه لشكسبير ايدوار اولدي ومولير وكشنيكسكي وبوركي يعني هاي رأيتني جدا جدا ضليت ممثلة على المسرح يعني يوميا لمدة 30 أو أكثر من 30 سنة ونفس الوقت كنت أعمل بالتلفزيون يكون سينما حتى اختارني العقاد الله يرحمه وتوقف لنا فيلم الرسالة اللي لها النسخة الإنجليزية المرحوم أنتوني كين من خلال شجرة إيرين أباس يعني مسيرة طويلة يعني أنا الشهر الجاي في 20 تقريبا شهر جاي بيكون صلي 50 عاما يعني 50 عام من العطاء 50 عام من مسيرة ناجحة سيدة منى وصف. قلت توقفتني بعض الأقوال واسمحي لي أن أردد هذه الأقوال منها قلت الفن قدري وأنا أعشق قدري وأنا أقول سيدة منى أن الفن رسالة استطعت ببراعة إيصالها إلى المشاهد العربي. هل هناك أدوار أو أفكار لم تستطعين بعد تمثيلها تتمنين إيصالها إلى المشاهد العربي بالعموم؟ شوفي أنا بحلم أنا لعبت كثير أدوار وبحس حالي إني أنا مهمة كثير على المسرح يمكن أهم الأدوار اللي قدمتها على التلفزيون على مدى السنوات الطويلة بس طبعا التلفزيون كلما التلفزيون يعطيك شهرة أكثر مال يعني يعطيك شيء معين. أنا بتمنى أو بحلم أحلم بشتي إني أعمل دور أندرة غاندي. لماذا هذا الدور بالذات؟ أولا لأنه امرأة ما دمه بالعالم الثالث يعني نادر وجودها. ثانيا هي شخصية نسائية مؤدلجة منذ الصغر بأن تكون بالمحفل السياسي لأن أهلها سياسيين. ثالثا القارة أو شبه القارة الهندية اللي هي كلمتها قارة متناقضة باللغات ومتناقضة بالأديان وإلى آخره استطاعت أن تكون فعلا هي امرأة استطاعة في هذاك الزمن. وبنفس الوقت تراجيديا الصفة والمنوفية موجودة بمسرحيات كثيرة اللي أنا بحب ألعبها الأدوار وكانت بس الأدوار للأسف الشديد كاتبة شكسبير للرجال باعتباره هو الرجل الأوحد. كل الشخصيات الصعبة يعني كنت أنا أتمنى ألعبها على المسرح هي شخصيات رجالية عاملة كبير مكبت ازدواجيتها هي شخصية الصفة والموت يعني تراجيديا الصفة والموت. هذه الإنسانة بتمثل مرحلة من تراجيديا الصفة والموت هي أندرة غاندي. عرفت شلون؟ نعم. يعني ماتت على كل صفوفها التراجيديا اللي أنا كثير كنفتني يعني فلذلك أنا بحب إني ألعب تراجيديا الواقع الواقعية معناتها إيه معناتها أقدر ألعب ويا طبعا أعمالك المسرحية تجاوزت 30 عمل مسرحي. طبعا أول عمل مسرحي قمت به مسرحية العطر الأخضر من إخراج مدير المسرح العسكري آنذاك الملازم الأول مخرج محمد شاهين. أيضا توالت أعمالك المسرحية تاجر البندقية لشكسبير وأيضا هناك مسرحية الدير سالم مسرحية دون خوان لمولير أيضا مسرحية حرم سعادة الوزير وقدمت من الأعمال المسرحية أيضا الأعماق الخجول في القصر الأم الشجاعة والكثير والكثير من هذه الأعمال على المسرح. ما العمل المسرحي الذي تعتقدين أنه أثر فيك إلى اليوم سيدة من كل هذه الأعمال التي قمت بها سيدة منى؟ شوفي كل عمل بيختلف عن عمل ثاني بالنسبة لي خصوصا بالمسرح. يعني أنا لعبت المسرح أدوار متناقضة وأدوار قوية جدا وكلها كانت امرأة ذات شخصية مهمة جدا وكل عمل رفعني يعني حتى العمل يلي ما كنت كثير ناجحة فيه أو ربما ما نجحت أبدا بس هو رفعني بشكل ما أعطاني الخبرة يعني حتى وصلت بآخر السنوات قبل ما أبتعد عن المسرحية مسرحية حرم سعادة وزير لبرانسي لابنشي ليش بدي أقول عليها
لأنه هي أنا قدمتها سنة 82 قدمتها سنة 86 قدمتها سنة 90 كل مرة بطريقة مختلفة. وكانت ناجحة جدا من العمل اللي هي يعني نجاحة جدا كل الكوميديا السوداء. هي مسرحية جدا صعبة وجدا تنطبق على على, على 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 أي وضع سياسي أنت بتحبي يكون موجود حتى تنطبق يعني. فيمكن هي لأنه آخر مسرحية أنا عملتها بينهما يمكن عملت مسرحية مسرحية العاملة جوجل بس يعني بهي السنوات من 82 ل 90 مسرحية حرم سعادة الوزير اللي أعيدت لثلاث مرات. لذلك بعتبرها يمكن هي لأنه آخر مسرحية إلي. بس أي مسرحية ثانية أنا طلعت فيها كانت يعني من المسرحيات المهمة جدا بحياتي يعني. وكما يعملك أنا ما بختصر عمل ما بختصر مسرحية مسرحيات قدمتها بمسرحية ولا بختصر مسلسلات بمسلسل ولا فيلم أفلام بفيلم لأنه كل شيء عمل مني شيء يعني كل شيء سوى مني شيء إلى يعني الخبرة اللي أنا اكتسبتها هاي الخبرة شغلة كثير مهمة بحياة الفنان الخبرة وطبعا الشخصية الكاريزما التي أضافتها السيدة منى واصف على كل عمل قامت بأدائه فأغنت الشخصية التي حقيقة لعبتها. سيدة منى استوقفتني أيضا عبارة قلتها في إحدى مقابلاتك الصحفية نازية الهوية السورية أنها لا تحالي صوتك شوية ولا أدمتها. سيدة منى استوقفتني عبارة قلتها في إحدى مقابلاتك الصحفية نازية الهوية سوريا أنها لا تحدد ديانة الإنسان وطائفته. سيدة منى نعيش في زمن للأسف فيه الكثير من الطائفية العنصرية. أين الدراما ما يجري الآن من حولنا من أحداث هموم يومية؟ وهل برأيك تلعب الدراما السورية والعربية اليوم دورا مؤثرا فاعلا إيجابيا لتغيير بعض الصور النمطية والمشوهة عن العرب والمسلمين في الغرب؟ يعني إذا بدي أخذ السؤال من الأخير أحسن من إذا من الأخير لا يعني إحنا قدرنا نغير لكن ما بالشرط اللي بنطمح له لأنه نحن الجعري السوئي اللي طلعت من أخذ سنوات طويلة حتى الصورة العربية بالنسبة للسينما بالنسبة للأعمال اللي كانت تتقدم لا يعني إحنا ما قدرنا لكن بشكل من الأشكال يعني عم نحاول نمحي هاي الصورة بالنسبة لبعض الأعمال يعني نحن بنحس إنه هي قدمتنا بشكل جيد. بدنا إنشاءات طويلة يعني بعتقد بدنا قنوات أكثر وبدنا قنوات تصب حتى في المحطات الأخرى حتى في البلاد الثانية يعني أنا طموحي مثل ما بيشوفونا العرب في بلاد الاختراف كمان يشوفونا حتى الأجانب يعني نقدر نحن يكون في عنا قنوات تخاطبهم وتورجيهم صورتنا الحقيقية بالدراما وحتى بالبرامج الثانية يعني دائما سيدة منى آسفة للمقاطعة آسفة للمقاطعة سيدة منى ولكن نمتلك الإمكانيات دائما هذا سؤال أسأله إلى نجوم الدراما المصرية والسورية نمتلك الإمكانيات لإنتاج أفلام مثل فيلم الرسالة الذي ترجم طبعا وكان رسالة هامة إلى العالم لماذا الآن لا نرى هكذا أعمال على الشاشة تترجم تاريخنا المشرف لماذا سيدة منى برأيك أين التقصير سيدة حبيبتي أولا فيلم الرسالة اللي قدمه مصطفى العقاد قدمه بتقنيات موجودين وقدمه برأس مال يعني كان الإنتاج بيدات الوقت ضخم جدا وكلية الفيلم مئات الملايين هذا بيدات الوقت هذا اللي حسب من 75 ولما عمل فيلم عمر المختار كان عنده عن إنتاج ميديا لما اجت بده يعمل صلاح الدين دار العالم العربي كلياته ما حدا عطاه تمويل نعم يعني ما يعني العقاد لما الله يرحمه ما استجاروه وراح شهيد راح في سبيل مشروع كان عم يقدمه كان هو طموحه واماله ومشروعه انه يقدم العرب كما يجب ان يقدم عرفتي؟ نعم لذلك لما بنيت انه في امكانيات الماديه طبعا ناقص الامكانيات الماديه ما بعرف انا عم بتروح نحن عندنا اموال بس انه ما في هذا التخصيص كبير نعم لازم يكون في تخصيص كبير لهيك اذا هم بدهم يغيروا هاي الصوره هذا الشيء اللي بنقدر نعمله ولما بجاوبوكي فعلا بيكونوا عم بجاوبوكي صح لانه ما في راس مال هي
هذا هي الإمكانيات بدل رئيس فالكس.